لئيمة مو لئيمة، أنا زعلت على كنتكم. وأنا كمان. والأستاذ سامي بيكون زعلان كتير. صفاء؟ نعم. أنت بتحبيش يلاق ابن عمي سامي؟ ليش؟ لأنك طول الوقت بتضلك عم تحكي عنه. لا يعني، بس بصراحة هو عنده حياة كتير حلوة، عنده سيارة وعنده محل وزنجيل. تعرفي شو؟ أنا ما رح أتزوج واحد فقير لو شو ما صار. سلام. مرحبا. الحقيقة كنت مارق من هون وصدفت طلعتي على طلعتكم. بالله شو هالصدفة الحلوة. يلا اطلعوا معي خليني وصلكم بطريقي. ما في داعي، شبكي بدك تركبي بالباص؟ يلا طلعي خليه يوصلنا بطريقه. يلا سوزان يلا. حدا منكم يقعد جنبي، هيك بيفكروني شوفيركم. بدروس الأدب لهلأ بيخلوكم تحفظوا أوزان الشعر؟ مع الأسف. عم يضيعوا لكم وقتكم. الواحد شو بيستفيد بحياته من أوزان الشعر ليحفظها؟ شو بده يكون فحص قبول الجامعة غير هيك؟ وبعد الفحص بتنسوهن. دراستنا كلها بتعتمد على الحفظ بأمريكا. الدراسة ممتعة كتير وكمان عملية كتير. سوزان شوفي هاد اليخت شو حلو، طلعي طلعي. كتير حلو فعلا. لحظة، حابين تطلعوا رحلة بالبحر؟ ليش ما قلتولي من قبل؟ بأورتوكي في عندي رفيق من كم يوم بس اشترى يخت جديد، ومنشان يحتفل فيه عامل حفلة، بتحبوا منروح سوا؟ ما في لزوم، خلص غير مرة. هلأ أنت ليش ما بدك تروحي؟ والله أنا ما عندي مانع خليل بيك. خليل برات الشغل هلأ. أنت شو رأيك سوزان؟ قبل ما تعتم الدنيا ممكن. أي بس الحفلة ما بتصير بالنهار. يلا سوزان وافقي منلاقي لهم شي حجة. ماشي خلاص بشوف. ماشي، شكراً كتير على التوصيلة وعزيمة اليخت. ولو يا صفاء. بشوفك بكرة سوزان. ايه؟ تعرفي كتير زعلت على سامي ومرته؟ أنا قصدي على خسارته لابنهم. مقهور كتير، وشه ما كان بيتفسر. معناتها هي هي الأبوة. قبل ما تشوف الولد تتعلق فيه. ايه، وأنا كمان زعلت كتير على سامي. وعلى شاهيناز زوجته طبعا. أنا بشفق عليها، ما أنا ما بتشفق علي ولا بتحبني. سوزان أنت منيحة؟ سوزان؟ ما بعرف ليش بتكرهني كل هالكره. تعرف لو ما سامي عم يحميني ويداريني كانت رمتني من البيت من زمان. تمام خلص اهدي شوي. شوفي إذا بدك منوقف هون لتروقي شوي بعدين بتروحي، موافقة؟ اتفقنا؟ لا بقى تبكي. بلا ما وصلك لجوا مشان ما حدا يشوف إنك جاي معي. شكراً كتير خليل. ضلت حكي ماشي وما بدي شي غيره. تصبح على خير. وانت بخير. سوزان تأخرت، بيكون عندها درس إضافي اليوم. يا ابني لا تضغط كتير على البنت. كتير هيك صار لازم شوف وينها. الموبايل بالسيارة، رح جيبه وارجع. مساء الخير، كيفك سامي؟ مساء الخيرات. أنا راح علي الباص، استنيت لحتى إجا اللي بعده بس علقنا بالعجقة وتأخرت. بس لو خبرتينا ما كان انشغل بالنا. مو قصدي، ما عاد رح هيدا. دقيقة استني.
هاي الصورة لقيتها بمكتب خليل اليوم. بصراحة ما كنت بعرف انك صاحبي هالقد انت وخليل لحتى تتصوري جنبه. ما انا هيك اصلا. هداك اليوم اجيت لعندكن على المحل لشوفك انا وصفا، وكان في مصور فرنسي اسمه يمكن ادريان، هيك بتذكر كان عم يصور للكتالوج. ايه قال لي خليني اخذ لك كم صورة لحدد المكان اللي بدي صور فيه، واصر علي. طبعا انا اول شيء ما قبلت وقلت لا، بس لانه كانت معي صفاء وخالته نورة ما حكيت شيء وتصورت. طيب وليش اخذ لك صورة انت وخليل؟ بعد ما خلصنا تصوير كنا مجتمعين كلنا، فقلنا تعوا لاخذ لكم كم صورة سوا، ما حكيت شيء ابدا. لك حتى انا نسياني هالصورة بالمرة. إذا مو مصدقني روح أسأل الخالة نورة. أنا بصدقك، انسي ما في لزوم أسألها. سوزان، منيح ولا سيء شو ما كان يكون، بتقدري تحكي لي شو ما بدك عم تفهمي؟ من دون ما تقول، لأنك الشخص الوحيد يلي بوثق فيه في اسطنبول. خلينا نفوت. خليهم يعملوا ليلة الحنة عنا. بيصير هون ما بعرف ليش هون بيت غريب يا بنتي شبكي. بعدين زينة مثل أولادي وبحبها كتير. شكرا كتير بابا. مساء الخير. كان عجقة وتأخرت، وأنا فايت شفت سامي برا على الباب. كيفك اليوم عمو؟ منيح. أكلتي شي؟ أكلت سكتت جوعتي شوي. أكيد بتكوني تعبانة، مو مداومة بالمعهد كل النهار؟ بلا. لا تضلي قافلة على حالك، طلعي احيانا تمشي مع رفقاتك القدمة. شو بيعرفني بتحكي لهم وبتفضفضي اللي جواتك؟ ايه بس انا ما عندي رفقات قدمة باسطنبول، يعني بس في عندي صفاء وعندي كم رفيقة معي بالمعهد. معقول الواحد بيرمي ماضيه وبينساه بهالسهولة يا روحي؟ بالاول ولا بالاخر بدكم تلتقوا مع بعض. سوزان من وين في الى ماضي وهي لساتها صغيرة؟ الإنسان على طول ماضي بيحدد له شو رح يعمل بالمستقبل. سامي غلطان الشي؟ إذا هذا الكلام مزبوط معناته سعيد بده يقضي حياته كلها هو عم يلعب ويتسلى. شاهي نازي يا بنتي تركي من إيدك كرمال الله، لا تعبي حالك، روح ارتاحي. ليك يا سوزان رح تساعدها. معقول هالحكي بابا؟ طبعا. أنا شو عم ساوي هون؟ معي شو ما بدك تعملي اعملي، ما رح تسكتيني عم تفهمي؟ لا بتمثيل البنت الحبابة ولا بتهديداتك انك رح تخبري سامي. تهلا يا نكارة مثل القطط، انا عم فكر بمصلحتك وبكشف لك شاهناز وشو عم تساوي وانتي دغري بتحكي لهم. شو طلعتي مولدنة؟ والله انا ما حكيت ولا قلت لهم، انا ما حكيت شي لحدا. وتاني شي كل اللي حكيتي لي عنا طلع كذب. شلون عرفت أمّا لشاهيناز إنه أنا اللي خبرتك وبهدلتني؟ شو بيعرفني أنا؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.